الرحيم. متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتك لخير ومحبة وسرور. احييكم في درة ميادين الخليج، ميدان التحدي، حيث تلتقي الشعارات مع سن اللقايا، حيث تابعنا واياكم الاشواط الماضية فحضرت فيها الندية والمنافسة والشعارات الكبيرة التي حضرت، وهذا التنظيم الكبير والانطلاقات السلسة والمتميزة. فشكرنا للجنة المنظمة. إذا انطلق الشوط 13 المخصص لسن اللقاية ولفئة الابكار، 72 اسما مشاركا وباحثا عن الفوز وعن الجوائز النقدية القيمة. نبدأ بداية مع شعار الزعبي. من يفتتح هذه المنافسة؟ جزاع حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، وزميلنا الإعلامي والمذيع يتقدم مع بداية هذا المسار، بينما ثاني التحديات تتابع. ضو سعيد بن عبد المحسن بن براك بن عويضة الهاجري يدفع لنا بضو المركز الثالث وتابع. الحضور والانطلاق في هذه الأثناء. شهب سالم بن عامر المدهوشي المدهش يحضر على المركز الثالث المركز الرابع، حضرت في هذه الأثناء وانطلقت هنالك الظبي. حمد بن سعيد الحسن الفهيدة يدفع بالظبي إلى ثالث المراكز المركز الخامس، كذلك وصل شعار بن قريع وحضر هنالك ليقدم لنا شعاره بشواهين محمد بن فاران بن عتيق البريدي. هكذا هو النداء الأول لهذه الأسماء، وما قبل الخمس ياهي من أسماء حاضرة وياهي من أعداد كبيرة، وشوط مكتظ بالأعداد. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة هنالك إلى هذا الشعار الذي بدأ يتقدم من المركز الثالث حتى يقود هذه المسيرة. ضو سعيد بن عبد المحسن بن براك بن عويضة، وحضر شعار بن حسن الفهيدة، وكذلك شعار بن قريع، ووصل بن جبران بطل سن اللقاية يحضر في هذه اللحظات، وصاحب أفضل توقيت مع كرار وكرار، ويدفع لنا في هذه الأثناء بمبلشة جابر بن سالم بن جبران. ويا بلشتكم من مبلشة، وكذلك مع شعار بن جبران يتقدم إلى المركز الأول وكذلك المركز الرابع. تابع الحضور والانطلاق من قبل اللي حضرت واللي وصلت. يا سلام يا سلام، حضرت في هذه الأثناء ووصلت هنالك وديان فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة، يحضر إلى المركز الثالث بشعاره العملاق بشعاره الكبير، يتسلل إلى وسط المعركة، يتقدم إلى المركز الثاني، يندفع مع وديان مناتت بهذا الأداء الفنان. يا سلام يا سلام، المركز الثالث كذلك وتابع اللي حضرت واللي وصلت على ثالث المراكز. حضرت هنالك ترف سعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة، يتقدم الى المركز الثاني. ياهي من معركة يا اخوان، ياهو من شوط مثير من البداية. المركز الرابع وتابع هنالك الانطلاق من قبل ضو سعيد بن عبد المحسن الهاجري، ولكن نعود وإياكم إلى انطلاقة البطل، إلى انطلاقة بطل سن اللقاية. من حضر بكرار وكرار، والتوقيت الأفضل، ودائما ما يحضر بالنوعيات الفريدة النوعيات النادرة، ليقدم لنا مبلشة. ويا بلشتكم والله من مبلشة، جابر بن سالم بن جبران أحد أبطال هذا الموسم، من قدم لنا العديد والعديد من الأسماء ليكون بطلا متوجا متحكما بقبضة الصدارة. لكن حضر بن مهيرة ووصل وانطلق بهذه البطلة. ترى في سعيد بن سالم
بن مهيرة مقتفي بالش بانطلاقته الكبيرة، المركز الثالث وتابع من انطلقت وديان وشعار بن بجاش بن فهيدة، وكذلك انطلقت في هذه الأثناء حضرت رجة خميس بن صائب بن سعيد الزرعي، ولكن العودة مع 700 متر الأخير، العودة معك أيها البطل. فماذا فعلت في هذا الصباح؟ توقيتين هي الأفضلية ومعك الأفضلية ومعك الإبداع يا بن جبران، أحد الأسماء الرنانة، من قدم لنا النوعيات النادرة والفريدة يحضر ببلشة، من تقدم لنا العروض الكبيرة، أي متعة يقدمها بن جبران؟ الجماهير خلف الشاشات وكذلك الجماهير المتابعة، بينما بن مهيرة انطلق كذلك بن مهيرة، لقاء ما بين العمالقة، لقاء ما بين الخبراء، الخبراء يلتقون كذلك، وصلت في هذه الأثناء وتدخل ناصر المسند، وصل هنالك بلمس ناصر بن عبد الله المسند، يا هيم المعركة حضرت لمس يا اخوان، انطلقت لمس ناصر بن عبد الله المسند والمقامر، إذا حضر المقامر حضر بالناموس والانتصار. شكرا لك يا الزعبي، شكرا، وكذلك تهانينا لناصر بن عبد الله المسند، من حضر بلمس وخطفت الشوط بكل جدارة، واستحقاق لمس لناصر بن عبد الله المسند، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، وكذلك شكرا لك أيها المقامر على هذا الفوز الكبير والمستحق. إذا نتابع وإياكم هذا الملخص، ونتابع وإياكم انطلاقة لمس، من حضرت في آخر الأمتار متوجة بالناموس والانتصار، لمس ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، التوقيت الزمني 6:09:14 من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، وكذلك بلشة جابر بن سالم بن جابر بن جبران حل ثانيا 6:09:42 من الثانية، بينما من حضرت على ثالث المراكز وصلت هنالك ترف لسعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة، التوقيت الزمني 6:10:46 من الثانية، بينما من أتت على رابع المراكز وحضرت هنالك وديان فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة المركز